السادس عشر من شباط الجاري تسلم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش ملف حاكم مصر في لبنان رياض سلامة. وباطلاعه عليه ادعى حموش على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته مريان الحويك وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو مشتركا أو محرضا أو متدخلا بجرائم سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي. وقد جاء الادعاء الذي حوله القاضي حموش إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شرب الأبو سمرة سندا إلى المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية. وطبقا لما سبق وطلبته النيابة العامة التمييزية من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والقاضي بتحريك دعوى الحق العام والادعاء على سلامة، وهو ما رفضه أبو حيدر في حزيران من عام 2022 مع التمنع عن استلام الملف بحجة عدم الاختصاص، والتي بنتيجتها عينت محكمة الاستئناف القاضي حموش للنظر في هذا الادعاء. وبحسب معلومات الجديد فإن القاضي شرب الأبو سمرة لن يرفض النظر في الملف، وهو لن يحيله إلى قاض آخر، لكنه ينتظر وصول وجمع المستندات التي تقدر بالمئات في النيابة العامة وتسلمها دفعة واحدة نهار الجمعة، على أن يباشر قاضي التحقيق الأول بالإنابة استدعاء المدعى عليهم للتحقيق. وكشفت المعلومات أيضا عن عدم حاجة قاضي التحقيق إلى الانتهاء من مطالعة كامل الملف قبل الدعوة إلى جلسات الاستجواب، وينتظر أن تحدد الجلسة الأولى للمدعى عليهم خلال الأسبوع الأول من آذار. إشارة إلى أن التحقيق أعلاه كان قد بدأه الجانب السويسري واستكمل بالتعاون مع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس في آب من عام 2021 بجرم اختلاس 300 مليون دولار من البنك المركزي، وذلك من خلال مكاسب حققتها شركة فوري المملوكة من شقيق حاكم مصر في لبنان رجا سلامة. وقد انتقل بعدها الملف إلى القاضي زياد بوحيدر مرورا بالنيابة العامة المالية والقاضي علي إبراهيم، فنيم الملف في القضاء اللبناني قبل أن يعود إلى القاضي رجا حموش، والذي ادعى على الحاكم وشركائه بالمواد التي سندت إليها النيابة العامة في شبهتها ومن دون أي تعديل، علما أن هذا الإجراء لا يمنع حاليا استكمال مهمة الوفد القضائي الأوروبي والذي يعود إلى بيروت بداية آذار المقبل. ومن المتوقع أن يطلب قاضي التحقيق ضم كل ملفات حاكم المركزي وتحديدا تلك الموجودة في حوزة القاضي غادة عون وقاضي التحقيق في بعبدة، على اعتبار أنه لا تجوز الملاحقة في الجرم نفسه أمام مرجعين قضائيين. ومن المتوقع أيضا ألا يتقدم حاكم مصر في لبنان بأي طلبات رد أو مخاصمة في الملف، وهو نفى في حديث لرويترز كل التهم الجديدة المساقة بحقه، مضيفا أنه يحترم القوانين والنظام القضائي وسيلتزم الإجراءات. وتأتي هذه التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا وتنحي قاض سابق عن التحقيق من دون توجيه أي اتهامات، وسط نقاش سياسي عن إمكانية التجديد لحاكم المركزي الذي يحال إلى التقاعد في تموز المقبل. ريف عقيل، قناة الجديد.